يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان موكلا على توزيع الصدقة والموكل نفسه من أهل الصدقة، فهل له أن يأخذ منها بقدر حاجته ويستحيي أن يستأذن من الموكل؟ لا يجوز له أن يأخذ لنفسه، هذا وكيل، والوكيل لا يأخذ لنفسه إلا بإذن الموكل، لأن الموكل أمره بدفعها إلى غيره، ولأنه إذا أخذ منها صار متهما. نعم.